كشف طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين اليوم عن خططها للعام 2019 لشركائها الداخليين والخارجيين خلال مؤتمرها التجاري للعام 2019، وذلك كجزء من التزامها الدائم بتعزيز دورها كأصل أساسي من أصول النمو الاقتصادي في المملكة. وقد صرح رئيس مجلس إدارة طيران الخليج السيد زايد بن راشد الزياني إنه لعام آخر مشوق لطيران الخليج في سعيها المتواصل لتعزيز موقع طيران الخليج كأصل ثابت من أصول مملكة البحرين الذي يخدم في الوقت ذاته جمهور الناقلة الدولي. وأشار إلى أن تطبيق مفهوم البوتيك الذي سيشهد تطبيق نموذج أعمال جديد يميز طيران الخليج عن منافسيها بطريقتها الخاصة، مؤكدا أن التعاون مع مجموعة طيران الخليج وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة مطار البحرين سيتيح لطيران الخليج الجديدة تمثيل البحرين على أكمل وجه وبناء المزيد من الجسور من وإلى المملكة. هذا وتضمن المؤتمر عددا من ورش العمل والجلسات التي ألقت الضوء على أقسام الناقلة المختلفة بهدف التعريف بأهداف ومشاريع وخطط التوسع الخاصة بالناقلة الوطنية للعام 2019. وكانت طيران الخليج قد أعلنت عن خطتها الخمسية التي بدأت باستلامها لخمس طائرات من طراز بوينغ دريم لاينر وطائرة من طراز إيرباص 320 نيو، بالإضافة إلى تدشينها لست وجهات جديدة. سعيدين اليوم بتواجد كافة الفريق، فريق المبيعات والتسويق لطيران الخليج في مملكة البحرين، حيث تم استدعاء جميع مدراء المحطات ومدراء المطارات في كل كافة الوجهات التي تطير لها شركة طيران الخليج لعقد هذا المؤتمر السنوي اللي ابتديناه اليوم، وإن شاء الله راح يستمر كل سنة. الهدف من المؤتمر هو أولا زيادة روح الفريق الواحد بين فريق المبيعات والعمليات في مختلف محطات طيران الخليج حول العالم، وتطوير استراتيجية تسويقية والمبيعات أيضا لنقل طيران الخليج إلى أكبر مكان في العالم ممكن. ابتدأنا اليوم، المؤتمر راح يمتد على مدى يومين، وراح يتم في عرض الخطط المستقبلية لطيران الخليج، راح يكون في حوار مفتوح ونقاش بين أعضاء الفريق بحيث أن احنا ممكن نصل إلى أكبر كمية من الاستفادة من تواجد الجميع في مملكة البحرين.